السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ونود أن ننشر فكر، بلاش فكر، الرغبة في السعادة. يعني إزاي؟ أنا بقول إن الكلام عن الإيمان يزيد الإيمان، ودايما نقول أن القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، فالمشغول بشيء يتحدث عنه، يكثر الحديث عنه. الكلام عن السعادة يجيب سعادة. قول لي مش دايما صحيح، مش دايما. أحيانا الناس بتتكلم عن السعادة عشان تتنكد، عشان تقول شوف ليه، لأنهم شايفين إن السعادة فلوس، و كل أصحاب الفلوس بلا استثناء يقسمون لك أغلظ الأيمان أن الفلوس لا تأتي بالسعادة، بل قد تأتي بالحزن. وبرضه في مدرسة الحياة كاتبين أن الفلوس لا تجمع حولك المخلصين من الأحباب، بل العكس هو الصحيح، أنها تجمع لك المنافقين وأصحاب المصالح. الفلوس لا تجلب السعادة، خلي عندك قناعة تامة بهذه. ما بقولش إنها مش مهمة في السعادة، هي أحد أركان السعادة، زي ما ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما نقدرش ننكر، وإن الله أن الله جل جلاله جعل هذا المال قوام الحياة لا ننكر، لكن مش هو السعادة إطلاقا. وكثير من الناس يقدر يقول لك كده من أصحاب الأموال، من الأغنياء، وطبعا الكلام ده خد منا مساحات كثيرة زمان، من 20 سنة ومن 25 سنة، في الكلام على السعادة الوهمية. فالشاهد إيه؟ أن الذين ينظرون إلى السعادة من هذا الجانب، إنه هي الفلوس وإن هي زينة الحياة الدنيا، الزينة يعني عموما إن يبقى عنده عربية كويسة وعنده شقة كويسة وعنده أثاث كويس وعنده 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 وعنده، يظن إن هي دي السعادة، لازم الكلام عن الحاجات دي يتعسه. لكن اللي بيعتقد إن الشق الأكبر من السعادة سعادة القلب، الفرح بالله، يبقى الشق الثاني ده مجرد مكملات لهذه السعادة الضخمة، اللي هي السعادة بالله، الفرح بالله، إن أنا أبقى فرحان بربنا، سعيد بي، حاسس إن ربنا حبيبي، أنا بحبه وهو بيحبني، مش شرط يديني أو ميدينيش. هو ده الزمن الوحش، الزمن الصعب اللي بيقاس فيه الحب بمقدار العطاء المادي. لا، الحب ما يقاسش كده. عشان كده أنا بقول إن أهل زماننا للأسف الشديد ما يعرفوش الحب. أكثر أهل زماننا لا يعرفون الحب. الناس اللي غنوا للحب ومثلوا للحب وألفوا للحب وكتبوا قصص للحب وعملوا أشعار للحب في زماننا هنا ما يعرفوش الحب. قلت لأنه لا يعرف الحب الحقيقي إلا من أحب الله. هو ده اللي يعرف يحب. هو ده اللي يعرف يحب بجد، اللي حب ربنا، أحب الله الذي له الجمال كله والكمال كله، له العظمة كلها، له القدرة القوة المطلقة. اللي حب ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعرفة، ثم لم ينتظر من ربنا جل جلاله إلا أن يحب. أسعد شيء في الدنيا إنك تحب وتتحب، تحب ربنا وربنا يحبك. خذها على المعنى ده فقط، أن تحب وأن تحب، إنك تحب ربنا. عشان كده لما تشوف سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى يقول وألقيت عليك محبة مني، لما ربنا سبحانه وتعالى أحبه سيدنا موسى كان عايش السعادة دي لدرجة إن قال ربي أرني أنظر إليه، عايز ايه؟ بيحب سيدنا موسى لما بيحب ربنا جل جلاله. سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم طبعا كان اكمل
أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، يعني لما ربنا أعطاه لم يزغ بصره، يعني بحيث أن يكون العطاء أكبر من قدرته، بل كان ثابت البصر رابط الجأش صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز الحد، لزم حدود العبودية، عرف أن العبد عبد والرب رب، قربه الله حتى كان قاب قوسين أو أدنى، لذلك اسمه حبيب الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خليل الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سبحان الله العظيم. عشان كده في قصة سيدنا إبراهيم حبيب الله خليل الله، سيدنا إبراهيم خليل الله، في قصة سيدنا إبراهيم إنه لما جاله جبريل وهو حين ألقوه في النار قال له سلني هل لك حاجة، سيدنا إبراهيم قال له أما إليك فلا، منك أنت مش عايز منك حاجة، أنت مخلوق مثلي، فسأل ربك، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، والحديث ضعيف جدا جدا الشاهد ايه، لكن المعنى ده معنى صحيح جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه بقى في الحديث الصحيح، قالها ابراهيم حين القي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله اي كافيني ونعم الوكيل، هذه الكلمة والله تتنزل بردا وسلاما، الكلمة دي مش دعوة، انت بتحسبن عليا مش بادي عليا، لا ده انا بقول ان ربنا هيكفيني هيعطيني ما يكفيني يكفيني، يعني اصل اشتهرت عند الناس لما اقول لواحد حسبنا الله ونعم الوكيل، انت بتحسبن عليا انت بتدي عليا ليه، انا عملت لك يا عم، ما بحسبنش عليك، ده انا بقول ربنا هيكفيني، سبحان الله العظيم. لسه برضو امس ولا اول امس في الكعبة قرأ بنا الشيخ ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، سبحان الله العظيم، دع اذاهم واترك اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، لما يقول حسبنا الله يعني كافينا ونعم الوكيل، وهو وكيلي وكلته خلاص، هو يتصرف في أمري بما يشاء، قال سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده، قل بلى بلى كافي سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده، يعني ربنا مش يكفي عبده، بلى قل بلى يكفيه، ويخوفونك بالذين من دونه من دونه، يا ابني دل دون من دونه، الكلام ده مش يجلب السعادة، انك احساسك حسبنا الله، قال ربنا جل جلاله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه يعني كافيه هيكفيه هيغطيه هيغرقه في نعم هيغمره هيكفيه هيكفيه كل الهموم، لأن ربنا هو العظيم القدير المالك مالك الملك والملكوت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إرادة السعادة، إرادة إن نريد أن نوجد في أنفسنا إرادة بس للسعادة الحقيقية، مش السعادة الشكلية مش السعادة الظاهرة، السعادة الحقيقية تكتمل أن تكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، الناس اللي عايز يضحك ويهزر وعايزين يفرفش وبعدين يدخل جهنم يبقى لا يريد السعادة، السعادة الحقيقية إنك تبقى سعيد في هذه الدنيا
ثم هذه السعادة في الدنيا لا تفسد آخرتك، إنما تكون سعيد في الآخرة. دايما يقولوا إيه، من يفرح أخيرا، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. المهم الآخر مش مهم الأول. يعني حتى إنساني لو عاش في هذه الدنيا في أي نوع من أنواع الألم أو النكد أو غيره، ثم آل أمره إلى الجنة، خلاص هي دي السعادة الحقيقية. في الجنة بقى لا هم ولا حزن ولا نكد ولا ألم ولا أي شيء، بل سعادة مطلقة إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، يعني إلى الحد الذي ليس بعده شيء أكثر من هذا. لذلك قال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، غير مقطوع، غير منقطع. السعادة هذه في الجنة فرحة، وهي الفرحة بالله التي هي جزء منها النهاردة في هذه الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ألا وإن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة طاعة الله وجنة عبادة الله. إخوتي، كان بودي أن أنا أتأمل معاكم مفردات السعادة، بس إحنا خدنا النهاردة أصول صناعة إرادة السعادة، اللي هي الفرح بالله وسعادة الآخرة. فيعيش في هذه الدنيا مش بس بالسعادة الشكلية بتاعت أيام بتاعت الأيام دي اللي قد يختلف فيها الناس، يعني واحد بيسعده كذا والتاني بيسعده كذا والتالت بيسعده كذا والرابع بيسعده كذا، لكن يتفق الجميع في الأصل على أن السعادة الحقيقية أن يزرع الله السعادة في قلبك، أن يزرع الله السعادة في قلبك. إذا وضع الله بذرة السعادة في قلبك عشت سعيدا وتجري الأمور عليك وأنت لا تبالي، مع الله جل جلاله.